أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن إطلاق القمر الصناعي المصري 301 يعد إنجازاً إعلامياً يتماشى مع الجمهورية الجديدة. هو ده التطور اللي المفروض اللي بيحدث في جميع العالم من وسائل اتصالات حديثة، فلازم يبقى فيه مشاركة. طبعا نايل سات الهيئة الوطنية للإعلام تملك 41%، والتقنية الحديثة اللي بانطلاق القمر 301 دي التقنية المطلوبة. هو بيغطي المناطق اللي ما كانش بيوصل لها القمر الصناعي السابق. احنا بنغطي دلوقتي دول افريقيا ومناطق كتيرة فيها في حوض نهر النيل، وده كان مطلوب، واحنا كنا بنعاني منه حتى في المحطات عندنا، وكنا بننقل على اقمار اخرى، فتم معالجة الموضوع دوت. وده جزء كبير على فكرة، واتجاهنا كدولة من ناحية افريقيا والخدمات اللي بتقدم من خلال الانترنت. الانترنت واسع النطاق، اللي هو هيساعد كمان داخليا وخارجيا عن نطاق العالمي زي ما احنا بنتكلم. فالنايل سات بانطلاق القمر الجديد بيساهم في كل الاجواء العالميه اللي احنا بنتكلم فيها، وبالعكس احنا كمان رفع الكفاءات، وده مطلوب. وباذن الله ان شاء الله يعني مع انطلاق القمر الجديد هنلاحظ في فرق في الكواليتي الصوره، حتى في نطاق التغطيات، في كل الاشياء دي يعني، واحنا كنا بنحتاجها كقنوات اعلاميه على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي.